كلام ممكن نقراه في الجرايد، في الكتب أو المجلات، لكن لما تبقى كلمة ونص بيبقى لها شكل تاني. كلمة ونص يومياً على الشرق الأوسط مع الدكتور عمرو الليسي. أعزائي المستمعين، يومكم سعيد وزي اللبن الحليب، ومعاكم عمرو الليسي وكلمة ونص. طبعاً السياحة عندنا يا جماعة بتواجه مشاكل وفي مفارقات وأسئلة ما حدش قادر يجاوب عليها، زي مثلاً إن في دول كتيرة تتعرض لهجمات إرهابية زينا وأكثر، والسياحة مستمرة فيها ولا يتوقف فيها تدفق السياح، وتركيا أكبر مثال. ورغم تكرار العمليات الإرهابية ما فيش حد طلع بيانات من أوروبا أو غيرها تدعو المواطنين من منع السفر لتركيا أو فرنسا أو بلجيكا اللي شهدت مؤخرا عمليات إرهابية عنيفة. طبعا الموضوع فيه لغز محتاج جواب، البعض شايفه تربص ومبالغة، لكن جنب ده كله زي ما كلمني ناس شغالين في السياحة وخبراء بيقولوا في تهاون وأخطاء من الجهات الرسمية وزارة السياحة ومستثمر السياحة في عدم الترويج للبلد وإزالة المشكلات اللي بتحيط بالسياحة ومطالب السياح. مصر معروفة يا جماعة أن فيها تلت أثار العالم الفرعونية والإسلامية والإبطية والبطلمية وغيرها. الأجنحة المصرية في المتاحف الكبيرة بأوروبا هي الأكبر في الكم والكيف، ومع ذلك الترويج السياحي لأثارنا غير كافي، وخرجنا آخر مرة من الدول 50 في مؤتمر برلين. وفي دول يا جماعة ما عندهاش نص اللي عندنا والنجحة في ترويج السياحة. مؤخرا شفنا خلافات علنية بين رجال أعمال السياحة ووزير السياحة السابق لما راحوا معرض برلين وتكلموا عن تراجع السياحة وإغلاق المنشآت بطريقة الاستجداء. كمان بعض مستثمر السياحة ما بيقدموش حلول لتراجع السياحة وبيكتفوا إنهم يشتكوا، عندهمش تأمين العاملين ضد الأزمات. المهم بصراحة إن ملف السياحة عندنا محتاج بالفعل مناقشة، بمناسبة إن في كمان وزير جديد مفروض يبدأ فتح الملف عشان نعرف إيه السبب اللي يخلينا كده مع كل ثرواتنا الأثرية وإحنا ما عندناش سياحة خالص. كان معاكم عمرو الليسي كلمة ونص. وبكرة كلمة ونص، كتبها أكرم القصاص، أخرجها تامر حسني. آخر الأخبار على الشرق الأوسط. سيداتي وسادتي، مع آخر الأخبار، مسؤولون ملاحيون يعلنون اختطاف طائرة تابعة لمصر للطيران من طراز إيرباص 320 كانت في طريقها من